قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. عندما يدخل أهل النار النار يختصمون فيما بينهم، أين أولئك الذين كنا نعتقد أنهم أشر الناس؟ هل هم معنا ولكن أبصارنا لم تلحظهم؟ الله يقول عن هذا التخاصم: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. أما أصحاب الجنة الله يجعلنا وإياكم أهل الجنة. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. اجعلنا من أهل الجنة واجعلنا ممن يسمع هذا النداء يوم القيامة: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار.